يا الله صباح خير، يا الله صباح خير. مش عادي انك تحب مسلسل وتقعد تصج ام العالم فيه، تسوق له عند اخوياك عند عادي مره، لكن تدخل كافي وطاق قناع وش تبي؟ وش الصحاحه؟ ترى ذا مو انا يمثلني البروفيسور لك سديه فسها يمثلني ذا، لا احد يتكلم فيه يعني لابس قناع الريق يا اخي، افطر اقل شيء، افطر بعدين اطلع بالقناع درعم داخل بالقناع. لا اول ما دخل قلب القناع وصق على العالم نظراتي، رديت اللعب فروقونا عشان ما البس قناع واتفاهم معكم. مفروض والله ما يعطيك قهوه، والله مفروض والله ما يعطيك قهوه، تقول غير بعدين اعطيك قهوه او فكر قبل اعطيك قهوه بعدين. يعني هذا لابس قناع عند 8 الصبح، 8 الصبح وجايب قناع. بعدين اصلا في الكافي تلقى فيه موظفين واللي وراه مراجعه واللي وراه موعد، يجي اخوي الكافي بيطلعون يدخل عليهم ذا بقناع، تحس انهم يناظرون بعض اللي نفرشه، خلنا نفرشه بالحلال ونروح نبصم يعني الله خير محط القناع. والله والله دخلته من حلوه، وش داخل قناع وش تبي؟ طبعا هو ما تساله وش طلبك، سبانيش لاتيه على طول واضح، طق لك طق من المطافي وذا القناع واضح سبانيش لاتيه. لو تسأله ممكن يزعل، ممكن يطق ام القناع ويتفاهم معك. تسألني يعني بشرب لك كافي يعني مثلا؟ ما تشوف؟ ما تشوف الكفر اللي في وجهي؟ يعني البوبليسك زوجة المخرج وعياله ما لبسوا ما طلعوا بالقناع، ما يطلعون بيدرون انه اوكي يعني ابوهم سوى ذا المسلسل، لكن ما نطلع به غلط، نطلع به نتمشى في الشارع كذا عشان ما يجي احد يمغطنا يليننا، ما في ما يطلع.